في الحرب العالمية الثانية كان في دكتور ألماني اسمه جوزيف مينجلي، ولقبوه بالمجنون بسبب أفعاله وتجاربه اللي كان بيعملها على البشر، وكان أغلبها بتتم على الرهائن والسجناء في معسكرات الاعتقال. أغلب الضحايا من البولنديين واليهود وأسرى الحرب السوفيت، وحتى الألمان اللي عندهم إعاقة ذهنية أو جسدية. جوزيف جه في وقت خصص تجاربه بس على التوائم، واستخدم 1500 توأم، يعني 3000 شخص. جزء بسيط من اللي عمله جوزيف كان إنه بيخيط التوأم ببعض عشان يشوف هيتصرفوا إزاي ككتلة واحدة، وكان بيقطع بعض الأعضاء عشان يشوف التوأم الملتصق إزاي أعضائهم هتنمو تاني. كان بيحقن واحد منهم بمرض التيفود وينقل دمه للتاني عشان يشوف مين فيهم هيعيش. وما اكتفاش بكده، ده كمان حقنهم بالأصباغ عشان يشوف هتتغير عينيهم أو شعرهم، ولو كان في واحد من الاتنين التوأم مات بيبقى التاني ملوش لازمة وبيتخلصوا منه وبيودوا أعضاءه للمختبرات الألمانية. وبعد ما وقفت تجاربه مفضلش غير 200 توأم لكنهم عاشوا مشوهين. في 19 أغسطس 1947 الأطباء اللي مسكتهم قوات الحلفاء في محاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة باسم محاكمة الأطباء، كل الأطباء اعترضوا لأن مفيش قانون بيمنع التجارب على البشر. وقدر جوزيف أنه يهرب ولف دول كتير واشتغل دكتور إيجاد في الأرجنتين، وفي سنة 1979 اتصاب بسكتة دماغية وغرق ومات. باختصار جوزيف كان بيتعامل مع البشر على انهم فئران تجارب، وده يدل على انه شخص مريض نفسي، ووصفوه بانه ملاك الجحيم.